الأصوات المطالبة برحيل السفير الفرنسي وقوات بلاده من النيجر لم تجدي نفعاً. السفير لن يغادر، لن نرضخ لأوامر وزير غير شرعي. هذا رد وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عشية انتهاء المهلة المحددة لمغادرة قوات بلادها النيجر، مهلة انتهت كسابقاتها الخاصة برحيل السفير الذي أصبح محاصراً في مقر السفارة. الوزيرة تمسكت أن السفير هو ممثل لدى السلطات الشرعية في النيجر، وأن مجلس الانقلاب غير معترف به لا أفريقياً ولا دولياً. الأوضاع ملبدة بالغيوم، فلا يزال هناك 1500 جندي فرنسي في قاعدة بارخان العسكرية محاصرين بمحتجين يرفضون وجودهم العسكري، والوزيرة تصر على بقائهم لأنهم على حد قولها في مهمة دعم النيجر على حربها ضد الإرهاب ولأجل التدريب. المحتجون الغاضبون يؤكدون قدرتهم على حماية أمن بلدهم، رافضين بقاء المستعمر على حد وصفهم. بين عناد الطرفين هناك سفير و1500 جندي فرنسي محاصرون في بلاد تشهد فوضى أمنية، وهذا حال جارتها الجابون. وكأن أصوات البلدين اتحدت بالمطالب المتمثلة برحيل القوات الفرنسية وسفيرها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.